أبطال نادي آليات الشرطة. فريق بناء الاجسام وزاره الداخليه ابطال العراق ابطال اسيا نستدعي السيد معالي وزير الداخليه المحترم. شكرا لهذا البطل وشكرا لنادي اليات الشرطه الرياضي صاحب الموقف الوطني المشرف عندما انسحب من نهائي بطوله الاسيويه ورفض ملاقاه الخصم الاسرائيلي. تحيه لاليات الشرطه وتحيه لكل الانديه في وزاره الداخليه وتحيه لكل رجال الداخليه. فعاليه كمال الاجسام يقدمها كوكبه من الابطال التدريب البدني. بينما ما زلنا واياكم نتابع تضحيات وبطولات الشرطه الاتحاديه عبر الشاشه في زاويه اخرى من الملعب. الشرطه الاتحاديه قدمت شهداء للوطن عبر معارك التحرير وقدمت بطولات وملاحم لا بد للتاريخ ان يدونها ولا بد لنا بل من المفروض علينا ان نتحدث عنها بشكل مستمر لتبقى خالده في الاذهان كما هو العراق خالد في اذهاننا وقلوبنا. ومع فعاليه كمال الاجسام وهذا الاداء المميز للابطال الذين جلهم من ابطال المنتخبات الوطنيه والانديه المحليه الذين رفعوا علم العراق وابطال العالم وابطال كاس وزير الداخليه رفع لهم العلم العراقي وعزف لهم النشيد الوطني في المنافسات الخارجيه. ولتتهيأ فعالية حمل الأبطال. حضورنا الكريم أبطال أبطال فعالية حمل الأبطال 60 متر